نحتفل اليوم في الذكرى 56 من انطلاقة الثورة الفلسطينية المسلحة المعاصرة. هذه الثورة التي أخرجت الشعب الفلسطيني من حياة المخيمات إلى حياة الثورة والنضال والكفاح، وجاءت بعد نكبة عام 48 واحتلال فلسطين من قبل الاحتلال الصهيوني وتخاذل الأنظمة العربية من أجل تحرير فلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينيين ومحاولة طمس الهوية الفلسطينية وتشتيت الشعب الفلسطيني. فجاءت ثورة الفاتح من يناير عام 65 لتعلن للعالم أجمع أن هناك شعب فلسطيني له حق في الأرض وله حق في تقرير المصير، وبالتالي اتبعت الكفاح المسلح وسيلة وحرب التحرير الشعبية وسيلة لتحرير فلسطين على نموذج الثورة التحررية الجزائرية التي كانت نبراسا وهاديا ونموذجا للثورة الفلسطينية المعاصرة. نحتفل اليوم لنجدد أيضا العهد للشهداء وعلى رأسهم الشهيد القائد الرمز أبو عمار، لشهداء الشعب الفلسطيني وشهداء الأمة العربية وشهداء الجزائر، لأننا على العهد نضون وأننا متمسكون بالقسم والعهد الذي قسمتموه، ولم نتخلى عن ثوابتنا وسنستمر في النضال حتى تحقيق الانتصار وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس وحق العودة للاجئين. اليوم نحيي الذكرى 56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، هذه الثورة التي انطلقت من رماد النكبة ومن آلام الهزيمة وآلام ضياع فلسطين لتنهض بالشعب الفلسطيني وتلملم شتات هذا الشعب وتصنع ثورة اعترف بها العالم. وكانت هذه الثورة عندما انطلقت بمثابة رصاصات أضاءت ليل الهزيمة الذي خيم على المنطقة، وتحول الفلسطيني من لاجئ ينتظر الإعاشة إلى ثائر يحمل بندقية يدافع عن كرامته. خاضت هذه الثورة العديد من المعارك والحروب في الوقت الذي كانت تنهزم فيه الأنظمة العربية، كانت هذه الثورة تنتصر وتجمع حولها الأنصار وينتمي إليها أحرار وشرفاء الأمة، ولا زالت هذه الثورة مستمرة بإذن الله حتى تحرير الأرض والإنسان وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. هذه ذكرى عزيزة على أنفسنا والتي تحمل عبارات ومعان كثيرة، أهمها أن الإنسان الفلسطيني متمسك بوطنه، متمسك بأرضه، متمسك بحقه، وأنه مستعد للتضحية بالغالي والنفيس من أجل العودة إلى أرض الوطن، إلى أرض فلسطين، إلى حيفا وعكا والناصرة والقدس عاصمتنا الأبدية، حيث تذكرنا هذه الأحداث وما حصل من نكبة بمدى فداحة المؤامرة على شعبنا، حيث أن العالم أجمع تآمر علينا من خلال إحضار اليهود الصهاينة من مختلف بقاع العالم وإحضارهم إلى أرض فلسطين لإنشاء بؤرة استيطانية خبيثة من أجل ضرب أي تنمية في المنطقة العربية. وجود هذا الكيان الصهيوني على أرض فلسطين الهدف منه ليس فلسطين فحسب، بل ضرب التنمية في كل المنطقة العربية، وأيضا إبقاء المنطقة في حالة عدم استقرار وفي حالة حرب دائم حتى تقوم مصانع الغرب بإنتاج الأسلحة وبيعها للمنطقة.